طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، كما تكلمنا الأسبوع الماضي قلنا حصة جديدة ولا أمر جديد درناه هو منبر القراءة. في كل أسبوع نختار تلميذين أو ثلاث تلاميذ أو أربعة على حسب الأسبوع، ويقرأنا ولا أصحاب أفضل قراءة في نص القراءة اللي قرأونا أفضل قراءة، راح نختار اثنان ولا ثلاثة يقرأونا فقرة أو فقرتين من نص القراءة. درنا هذا الأمر الجديد اللي هو منبر القراءة، طبعا مع تحفيز ببعض الجوائز. الأسبوع هذا جبنا لهم بعض البروسادون، كما راكم تشوفوا لي بروسادون باش يغسلوا الأسنان، وبعض الأشياء الخفيفة باش يتحفزوا بها وتكون القراءة تاعهم جميلة ورائعة. طيب، أول واحدة لهذا الأسبوع، الأسبوع الثاني تلميذة سلسبيل. يلا سلسبيل، قلنا الفقرة الأولى فقط. بارك الله فيك، شفقوا عليها. التلميذة الثانية هي تلميذة ريتاج، تفضلي ريتاج فقرأي لنا الفقرة الثانية. بارك الله فيك، سافقوا عليها. طيب، تلميذة الثالثة تلميذة شيراز، زيد اقرأي لنا الفقرة الثالثة شيراز. ورغم الخدمات الجليلة التي يؤدونها ينظر بعض الجهلة إليهم نظرة ازدراء وسخرية، ويعتبرون مهنتهم مهنة حقيرة تحتل المراتب الدنيا في سلم الأعمال والمهن، وبدلا من تسهيل عملهم نارا نازلة يلتزمون بأبسط المبادئ النظامة، والطفل يرمي الأوساخ الشاردين دون أن يؤذنه أحد أو يردعه، بل هو يرى منهم أفضل منه يفعلون ذلك غير مبالين من خطر الذي قد ينجر عن أفعالهم. لا أستطيع أن أتصور حياة واجبة دون العميل بشير وأفعاله، فالنبيات والحشرات والفئران والنوائب الجريمة تتحاصر السكان من كل مكان، وتنتشر الأمراض والأبوئة وتفتك بالناس. يا إلهي، لو حدث هذا لحدث الكارثة. بارك الله فيك، سبقوا عليها. طيب سلسبيل، رفدي الجائزة تاعك الأولى، هاك صفقوا عليها. زيدي ريتاج، زيدي شيراز. طيب، كما قلنا راح تبقى هذه المسابقة كل أسبوع، كل أسبوع نختار التلاميذ اللي يقرأوا أحسن قراءة ونشجعوهم بأحسن الجوائز في مسابقة منبر القراءة. موعدنا الأسبوع المقبل إن شاء الله.